النهارده معانا الدكتور ضياء رشوان، كاتب والصحفي في الاساس الحقيقه، والمنسق العام للحوار الوطني، عشان نساله كل الاسئله. ليه خدتوا كل هذا الوقت، السنه كامله من الاعداد؟ مين بيحاور مين؟ ايه موقف المعارضه او الحركه المدنيه من الحوار؟ هل مشاركتها مشروطه او مؤقته؟ لماذا يظن البعض ان الحوار يعني تفرع من حوار سياسي كما اعلن السيد الرئيس الى حوار سياسي واقتصادي واجتماعي عبر 19 لجنه ومئات المشاركين؟ هل يمكن ان ينتج عن هذا الحوار عقد اجتماعي جديد ينظم العلاقه بين المجتمع السياسي؟ هو ممكن يكون فيه حياة سياسية جديدة؟ هل سيفضي الحوار الوطني إلى حراك سياسي، مزيد من حرية الرأي، مزيد من حرية التعبير، حياة سياسية منضبطة تحرك احنا عندنا حياة سياسية راكدة شوية؟ فكل دي أسئلة ومطالبات عديدة للناس، للمستقلين، للمعارضة، للخبراء، حول نزاهة الانتخابات وضمانات المشاركة والإشراف القضائي وغيرها. أسئلة كتيرة جدا هنسألها للدكتور ضياء رشوان، لكن عايزين نقول ان الحركة المدنية التي تمثل 12 حزب معارضة اعلنت النهاردة موافقتها على المشاركة للحوار، التصويت كان 13 ضد 9. هنتكلم على حتى معدلات التصويت ده، لكن خلونا نرحب بزميلي ونقيبي السابق الدكتور ضياء رشوان، منسق العام للحوار الوطني. اهلا بيك. اهلا بيك يا رميس، وانا سعيد ان اكون معاكي. وسعيد، هذا اول حوار ليك، فانا سعيده ان يعني لم اجري اي حوار منذ بدء الحوار الوطني، اي وسيله اعلاميه على الاطلاق، ولا تصريحات شفويه كلها مكتوبه، كنت مكتفي فقط ببعض التعليقات في البرنامج اللي انا بقدمه، فده اول يعني لقاء عشيه افتتاح الحوار. شكرا. اولا بكره، كلمني عن بكره، بكره شكله هيبقى عامل ازاي؟ هتعملوا ايه؟ ايه تفاصيل الجلسه الاولى؟ شوف، انا احب بس ابرز شيء مهم، ان البعض قد يعتقد انه بكره الحوار وانه ينتهي بكره الحوار، وبالتالي كان في اقبال الحقيقه صعب اوصفه من يعني فئات، من كل فئات مصر، من كل انواع مدارس الفكر والعمل، في السياسه، في الاقتصاد، في الاجتماع، في المجتمع، للحضور. لا، بكره مجرد اعلان بدء الحوار وجلساته. وهذا الافتتاح هيبقى افتتاح ضخم، هو هيتم في ارض المعارض بمدينه نصر، واخترنا المكان ده عشان يبقى قريب من يعني الناس المقيمه في القاهره. واحنا طبعا بالمناسبه دي لازم اشكر الاكاديميه، الاكاديميه الوطنيه للتدريب، لانها استضافتنا سنه كامله كمجلس امناء وفعاليات اخرى كثيره، لكن من ناحيه الجغرافيا والاوضاع اللوجستيه مركز المؤتمرات هيكون فيه افتتاح في القاعه الرئيسيه بتاعته، قاعه نفرتيتي، وهيكون فيه كمان الجلسات. ده الخبر الاول. والجلسات يعني الجلسات ستعقد، لجان الحوار ستعقد بالتوازي او وبالتوالي مع الاثنين مع بعض في مقر مركز المؤتمرات بأرض المعارض. بكره شكله ايه؟ افتتاح يعني؟ بكره افتتاح يليق بهذا البلد ويليق بالدعوه للحوار اللي وجهها رئيس هذا البلد. المنصه هيبقى عليها، وده اول مره نقوله، اربع جلسات، اربع اقسام للجلسه الافتتاحيه، مش جلسات كامله. عندنا كلمات يعني لممثلي احزاب ونقابات مهنية ونقابات عمالية ومجتمع أهلي وشخوص عامة، ومفرج عنهم من السجون كمان، ومفرج عنهم طبعًا من السجون طبعا. طبعا هيبقى في كلمات لكل من شارك في الحوار ده، وهيبقى في كمان جنب الكلمات عرض من المقررين العموم للمحاور الثلاثة، اقتصادي واجتماعي وسياسي، مناقشة معاهم حوالين هيعملوا ايه في الجلسات، الجلسات دي بتناقش ايه بالظبط. وهيبقى في فرصه ثانيه كمان للاحزاب السياسيه الرئيسيه اللي بتمثل كل الوان الطيف في مصر في مناقشه اخرى تتلو الكلمات الافتتاحيه. ويعني يمكن انا الاسماء اللي يعني مش عايز اذكر اسماء كتير او اقول اسماء، بس قول لنا الاسامي المهمه. لكن يعني عندنا على الاقل ثلاث اسماء هقولها، وهي اسماء رئيسيه وكبيره. السيد عمرو موسى يعتبر رئيس لجنه الخمسين التي انتجت دستور مصر اللي احنا بتقوم عليه شرعية الحكم، والذي لن يمس في هذا الحوار. دي نقطة لازم نبرزها تماما، احنا في قرار مركزي بعدم المساس بالدستور، وكمان مش هيشترك في الحوار غير الموافق على الدستور. يعني دول ثلاث حاجات. سيد عمرو موسى موجود، صديقنا العزيز الأستاذ حمدي صباحي أيضا
موجود، الدكتور حسام بدراوي ايضا موجود. الثلاثه هيلقوا كلمات، كلمات ولا في حضور فقط؟ لا كلمات. اذا كلمه للسيد عمرو موسى، كلمه للاستاذ حمدين صباحي، وكلمه للدكتور حسام بدراوي. بدراوي ضمن على الاقل 20 كلمه اخرى. كل ممثل الطيف السياسي زي ما بقول لحضرتك والنقابي والمجتمع الاهلي في مصر موجود على المنصه لكي يقول ويجيب بنفسه لماذا اشترك في الحوار؟ ماذا يتوقع من الحوار؟ انتقاداته كمان للحوار لو عنده انتقاد، ما عنديش اي مشكله. ده هنشوفه فين؟ هنشوفه ازاي يا استاذ؟ ده هيذاع على الهواء مباشره، وانا بقول قدام المشاهدين الكرام انه مش بس هتشوفوا دول على المنصه، هتشوفوا اكثر من 800 شخص مدعوون من كل الاطياف اللي ممكن حضرتك تتخيليها، وجوه كثيره ما شفناهاش لا صور في جرايد ولا يعني حركه على التلفزيون من سنين طويله، يا اما على منصه يا اما مدعوه. وكمان احنا الاعلام زي ما كنا طلعنا تصريح امبارح، الاعلام يدخل فقط بموجب بطاقته او جواب اعتماده، الاعلام المصري. الاعلام الاجنبي يعني بصفه الثانيه في هيئه الاعلامات، احنا عندنا اكثر من 50 مراسل اجنبي حاضرين بكره برضه، هيبقى في ترجمه بقى للمراسلين الاجانب وكده، عشان وهناك سفراء اجانب وسفراء اجانب طبعا، العالم مهتم بهذا الحاجة. احنا وجهنا للاسف تاخرنا قليلا في توجيه الدعوه للساده السفراء الاجانب، لكن تقريبا الغالبيه الساحقه من السفراء الاجانب وجهنا لهم الدعوات. هنكمل بكره الصبح برضه، انت عارفه التاخير مع البعثات الدبلوماسيه بيترتب عليه احيانا عدم، لكن وجهنا للسفراء الاجانب والمقائمين بالاعمال. بعد الجلسه الافتتاحيه بيحصل ايه بقى؟ يعني الحوار هيكمل تاني يوم ولا لا هيتوقف ولا ايه؟ لا مش تاني يوم بالتاكيد، لسبب ان احنا عايزين نعطي فرصه، وده مرتبط باللي انت قلتيه في الاول. هو الحوار معمول عشان ايه؟ عشان تحقيق اشياء عامه، منها ان يسمع الناس ما لم يسمعوا، ومنها ان يسمع الناس من لم يسمعوا. وبالتالي احنا ادينا فتره هتبقى حوالي اسبوع غالبا ما بين الجلسه الافتتاحيه وبين بدء الجلسات اللي هي حول موضوعات الحوار. هذا الاسبوع لابد ان يبقى فيه اللي حضرتك بتقولي عليه، هذا الانفتاح، ان اللي حضروا يتشافوا على التلفزيونات سواء في يومها او في مناسبات تانية، او يبقى في برامج، او يبقى في صحف بتتكلم معاهم، ومواقع بتسالهم، لان دول اطراف الحوار المصري. نمره اثنين، عشان كمان يبقى جهزنا بشكل نهائي الجلسات. احنا عندنا معضله كبيره يا استاذ لميس، احنا احدى اللجان مقترح لها 305 اسم، لجنه واحده. طب ما هو ده برضه من المآخذ. ما هو الناس بتبعت، مش الناس بس، والقوى السياسيه والقوى الاجتماعيه والنقابات ومقرري اللجان، فاحنا جاري اختيارات بيقوم بيها المقررين طبعا اللي هم مسؤولين عن اللجان مع مجلس الامناء، عشان نضمن حاجتين. نمره واحد، انه تبقى الحضور الجلسات متوازن، يعني لا صوت واحد، لا اصوات مختلفه. واثنين، انها تبقى مقترحات محدده، مش مجرد وصف حالة المريض. ما احنا مريض، احنا ما انكرناش ده. انت ترى اننا مريض؟ بالقطع، الحوار لم يدع الا ان هناك مرض. ما هو هذا المرض؟ المرض يتعلق بحاجتين اساسيتين. الحاجة الاولى وهي انه في الازمات الاقتصادية العالمية الكبيرة، وانا مش هتكلم في حضورك في هذا، احنا واجهنا وبنواجه وحنواجه مشكلات جمة، سواء في الاقتصاد او انعكاساتها على المجتمع، ده امر مؤكد. ويمكن ساعه الرئيس ما دعا الحوار ما كانش الازمات دي، ما كانش فيه الازمات خالص، وهو دعاه اصلا للاصلاح السياسي، ده الجزء الثاني، وقال انه للاصلاح السياسي. والجزء الثاني اللي هو الجزء الاصلاح السياسي، والرئيس قال بشكل واضح احنا تاخرنا فيه لانه كان عندنا اولويات اخرى. ولذلك سياده الرئيس لما قال حوار سياسي شامل حول اولويات العمل الوطني، احنا البعض اعتقد ان الحوار يعني في السياسه بس. صحيح، ولكن لما دخلنا في حوار مع نفسنا دي الاطراف المختلفه من الحركه المدنيه، من اول من طرح تعدد الحوار والحركه المدنيه في بيانها ب 8 مايو هي اللي قالت كده. لكن الا ترون انه بصراحه خروجنا الحوار عن التركيز، يعني العله الاساسيه عندنا مشكله اقتصاديه ده اكيد، تمام. ولكن العله الاساسيه اللي هي وراء المشكلات الاقتصاديه والاجتماعيه، برغم ان المشكله الاقتصاديه لها اسباب اخرى، ولكن العله الاساسيه هي العله السياسيه، هي المرض السياسي، هو الركود السياسي الذي يحتاج ل تغيير شامل في الشكل الحياة السياسية. فلماذا لم تركزوا؟ ده كده في تشتيت، البعض يرى ان ده في تشتيت للجلسات. شوفي، وعشان ابقى صريح تماما،
العلة السياسية علة مفهومة وموجودة. حل العلة السياسية ينصرف إلى قطاع محدد من مصر هو نخبتها السياسية. النخب الأخرى فيما عدا قضية المحليات. صحيح. عشان نبقى واحنا يعني الموضوع ده اشتغلنا عليه كتير جدا. كان صعب علينا إن احنا نعمل ونعيد حاجات كتير تمت في التاريخ المصري الحديث. أن تنكفئ النخبة على مصالحها. وتقعد تحل مشاكلها مع نفسها وتترك ناس كتير موجودين في البيوت متوقعين. انا مش عايز اقول لك يا لميس قد ايه الناس وصلت في تفصيل الناس قبل ما نعلن احنا حاجه في توقعاتها للحوار فبترسل اي نوع من المقترحات. الناس العاديه بتبعت لكم مقترحات؟ احنا عندنا الاف المقترحات والاف الطلبات المشاركه، مش الاف عشرات الالاف جات لنا مع منذ بدايه الدعوه. فاتجه الامر ان احنا لا احنا ثلاث محاور مترابطين ومفيش محور منفصل عن الثاني. يعني مثلا المحور السياسي في خمس لجان كبرى، لا كبرى بمعنى كبرى، وبتتكلم في القضايا الكبرى سواء في قوانين الانتخابات البرلمانيه او في المحليات واجراء انتخاباتها وقوانينها او في حقوق الانسان، ويبدا سبع قضايا جوه حقوق الانسان تبدا بالتعذيب. القضيه الاولى التعذيب في مقدمه قضايا حقوق الانسان، القضيه الاولى في الترتيب اللي اقر. ليه؟ لانه التعذيب ده نص دستوري. احنا مش بنتكلم بشكل اخلاقي يعني بنحبش او بنحب، لا احنا عايزين نطبق الدستور. الدستور قال كده، التعذيب جريمه لا تسقط بالتقادم. طب ده يتنظم ازاي في القانون؟ ده بند من بنود حقوق الانسان. وبالتالي الجزء السياسي اهميته في ايه؟ في انه ترابط تماما زي ما حضرتك قلت مع الاقتصادي، بمعنى ان اداره الاقتصاد في اداره سياسيه. والتأثير على السياسة بيجي من أخطاء أو نجاحات الاقتصاد. صحيح. فبالتالي الترابط حصل، القضايا تشعبت قوي مننا، بالرغم إن إحنا يعني، لكن كل ما يجي لنا طرف مشارك في الحوار بيجي بفكرة. وأنا برجع أكد تاني إنه الحركة المدنية في بيان 8 مايو اللي قبلت في حط الضمانات للاشتراك في الحوار، الحركة المدنية في البند السادس هي حطت سبع ضمانات، السادس بتقول نقترح نتوزع جدول الاعمال على محاور اساسيه يتفرع عنها كل منها لجان، بين الاصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، الاصلاح الاقتصادي والعداله الاجتماعيه، الاصلاح التشريعي والمؤسسي، حقوق الانسان والحريات العامه. ايوه يعني الحركه المدنيه وهي تمثل المعارضه بالزبط. كان من طلباتها ايضا ان يكون هناك حديث عن الاقتصاد والاجتماع وغيره. طيب مزبوط. سنه كامله، سنه كامله تحضروا بصراحه، يعني احنا زهقنا والناس زهقت وكتير قوي. يعني كتير سنه كامله بتحضروا ده دي السنه دي بتبقى فتره انتقاليه في حياه الانظمه. الحوار ده عباره عن عمليه ببساطه في السياسه بيسموها عمليه اصلاحيه. نحن اذا بصدد عمليه اصلاحيه، مش عمليه ثوريه. عشان بس ما حدش عايز عمليه ثوريه، هو عشان لا اللي عايز فاكر لا يعني بكرة. عشان نبقى واضحين، انا فاهم يعني. لا ما انا فاهم ايه تعريف ومضمون العمليات الاصلاحيه. اولا بتاخد وقت، عشان بس ما نبقاش يعني مفرطين في التوقع. اتنين، بيقابلها عقبات من جوه كل الاطراف. في ناس كتير ما بتحبش الاصلاح يا لميس، اكيد في ريزيستنس، في مقاومه قطعا قطعا، من مجتمع، من اشخاص، من جهات، من احزاب. ولكن ده مش هيخلي ابدا القائمين على عمليه الاصلاح دي، وفي على راسهم طبعا صاحب الدعوه الرئيس السيسي، لان انا هقسم لك على الهواء اهو، اقسم بالله العظيم لم يحدثني احد في كل حته في خلال سنه عن خط احمر واحد داخل الحوار الوطني. محدش كلمك ان في خطوط حمراء معينه؟ لا يوجد خط احمر واحد الا ما اجمع لمجلس الامناء انه احترام الدستور والامن القومي الاستراتيجي والسياسه الخارجيه. شكرا بس دول. لكن غير كده طب في القضايا نقول ايه؟ محدش قال حاجه. طب ايه المطروح في الدين العام؟ انا بطلب حاجات بقى اللي تخصك اللي هي الصعبه. طب الانفاق العام؟ طب هنعمل ايه في التنازل عن او بيع يعني كل ده؟ طب هنعمل ايه في الضرايب؟ طب هنعمل ايه في الغلاء الاسعار والتضخم؟ لا يوجد احد. طب هنعمل ايه في الانتخابات؟ لا الانتخابات دي سهله جدا، هقول لسيادتك انا باكد اهو على الهوا. النظام الانتخابي لمجلس النواب ومجلس الشيوخ اللي هو الان بالقائمه المطلقه. هذا النظام لا يوجد اي توجيه او رغبه رسميه من اي طرف في الدوله بالنظام بعينه. انا شخصيا مش عايز بس اصادر على الحوار، لكن انا مع القائمه النسبيه.
أنا أنت شخصيا مع قرار. أنا وعلى فكرة دي اتكبات طول عمرها. لكن مثلا امبارح كان معايا حزب الأكثرية مستقبل وطن حقه. عايز القايمة المطلقة وآخرين. شايف إن القايمة المطلقة هي دي الضمانة والأمانة وكده، لكن وتطبيق الدستور لكن مزبور. لكن مثلا في المعارضة بتقول لك أنا عايزة قايمة نسبية. بصي أنا بتكلم على ما كتبته خلال كباحث في المنظمة السياسية 20 سنة. أنا كنت مع النظام الانتخابي النسبي ولا زلت أرى إن دستوريته موجودة. أنا كنت متشرف بقضية لجنة الخمسين وأعلم الدستور إيه الحصص أو النسب اللي موجودة فيه لفئات محددة يعني متاحة إنها تطبق في القانون، وبالتالي لا يوجد توجيه، لا يوجد انحياز، خطوط الحمراء مش موجودة. ارجع للاصلاح، وبالتالي ده هيعني ايه؟ هيعني طب وقت، قلت لي انه قد يستغرق وقت، يعني اذا كنتوا خدتوا سنه في الاعداد مش احنا ده الاصلاح مش طب لو خدت لو لجنه الامانه الحوار اتخذت سنه للاعداد لهذا الحوار، هناخد قد ايه في الحوار؟ ده سؤال احنا طرحناه على نفسنا واجابته مش عندنا. احنا عندنا جزء التنظيمي، هقول لك هيمشي ازاي. اللجان هيبقى لها اجتماع يومي لكل محور يوم محدد هيعلن ده في حين، وهيبقى فيه على الاقل في كل يوم 4 جلسات بالتوازي والتتالي. طيب احنا محددين مدونه لاداره الجلسات ووزعت على الساده المقررين كلهم، بتحط حد اقصى لمده الجلسه 3 ساعات جلسه واحده، وحد اقصى لمده الحديث ما بين 5 إلى 7 دقائق للشخص الواحد، وبتحط اليه انه الحديث المرسل سيقاطع. التشخيص هيكتفى بيه مره او مرتين في الجلسه، لكن ايه الاقتراح التشريعي المصري اللي يخلي فيه شمول موازنه؟ ما فيه وحده موازنه وما فيش صناديق، يتقدم مقترح قانون مكتوب بصوره تشريعيه، ده يحتاج قانون. اللي عايز يعمل نظام نسبي يقول محاسنه الاول واحد في اللجنه كلها، واللي عايز مطلق يقول محاسنه ويقدم مقترحاته. اللجنه عباره عن قد ايه؟ يعني عدد اللجنه قد ايه؟ شوف اللجنه في اللائحه اللي محطوطه تدور حول 30 شخص، يبقوا 40 او يبقوا 20 غير الحضور، دول اللي هيتكلموا. الحضور يستطيع ان يتحدث ايضا؟ لا لانه يعني هتبقى منظمه، فبالتالي يخلص امتى؟ كل لجنه في لجنه ممكن تخلص موضوعها لا يعني اكيد وانت بتعمل خطه بتبقى عندك في افكار، يعني تخلص كمان 6 أشهر كمان سنه كمان ولا ايه بالظبط؟ بص هيستغرق اسابيع في ظني، مش يعني قد تصل لبعض الشهور القليله، لكن في قضايا بس هتخلص بس مش سنين يعني. مستحيل، في قضايا هتخلص عشان البعض برضو بيقول لك اه دول بيتوهونا يا جماعه، دول قاعدين نخش في الحوار نقعد نلف في الحوار. والله ما بنتوه حد، احنا القضيه اللي هتخلص هتعلن، ترفع لمجلس الامناء وهيرفع لسياده رئيس الجمهوريه مباشره الاقتراح. اللجنه بتنقسم الى 3 أتلات زي ما انا فهمت، تلت للمعارضه، تلت للموالاه، وتلت من الخبراء، هل هذا دقيق؟ شوفي ده اقرب للدقه، بمعنى احنا مش حاطين نسب خالص، احنا حاطين حاله اسمها التوازن، وان يشعر الجميع بانه ممثل وغير معتدى على رايه. طب نعتجي ازاي على رايه؟ حطيناه في اللائحه. لن نصوت على شيء واحد مقترح طلع من لجنه في مجلس الامناء، ممنوع من التصويت. مجلس الامناء جاله اقتراحين، قايمه نسبيه وقايمه مطلقه، هيرفع الاثنين للرئيس. جاله توافق عليه موضوع واحد هيرفعه للرئيس. تصويت ممنوع في اللجنه او في مجلس الامناء، لا يوجد. طب امال كيف ستخرج التوصيات بقى؟ ايه اليه خروج التوصيات يا دكتور؟ ده دور الساده المقررين العموم ومقررين المساعدين ومقرري كل لجنه ومقرر مساعد. هم هيبقوا بيتابعوا النقاش معاهم امانه فنيه قويه، بيتلقوا الاول الاقتراحات المكتوبه، بيتم مناقشتها في اللجنه. الاعتراض الوحيد اللي مسموح به في اللجنه في المناقشه، لميس عندها راي وانا عندي راي، مثلا في الموازنه العامه، لو لميس قالت شيء معلوماتي خطا، معلوماتي انا نقطه نظام واقول لها المعلومه دي غلط، ده مسموح به. لو الحكومه موجوده والحكومه هتبقى مدعوه للحضور عشان تعلن ارقامها وتقول اللي عندها. الحاله الثانيه لو لميس بتقول شيء مخالف للدستور، فالمقرر هيقول لها لا ده ما ينفعش، الاقتراح ده خالص ما ينفعش لان ده غير دستوري ان احنا نعمل كذا. غير هذا مش هيبقى في جدال حول الراي، هيبقى في سماع وتصحيح، لكن لميس من حقها تعمل المقترح اللي هي عايزاه، هيؤخذ بعين الاعتبار انها مش بتمثل نفسها بس، بتمثل وجهه نظر عامه لاخرين سواء حزب او جمعيه او غيره. التوصيات بالتوافق، التوصيات بالتوافق او الاختلاف البين.
بمعنى؟ بمعنى زي ما قلت لك في النظام الانتخابي لا يمكن ان نتوافق على نظام انتخابي واحد. مستحيل. طب نطرح الامرين الاثنين هيطلعوا بدون تصويت لمجلس الامناء ولن يصوت عليهما، وهيبعتهم للرئيس كل واحد بحججه وبنصوصه. برضه لازم اسالك، عقدنا مؤتمرات كثيره ومش دايما نتائج هذه المؤتمرات يتم تنفيذها، احنا لسه منتظرين تنفيذ نتائج المؤتمر الاقتصادي اللي انا كنت شايفه انه مؤتمر ممتاز جدا لكن نتائجه لسه لم تتحقق بعد. ماذا يضمن ان مخرجات هذا الحوار ستتحول الى فعل، الى تغيير في المشهد السياسي؟ شوف انا اظن الضمانه من زاويتين بدون ترتيب، انه هذا الحوار موجود قدام الناس بيسمعوه ويشوفوا وهم الطرف الرئيسي. احنا ما تم يمكن من حاجات كتير قبل كده انها كانت بتتم بين النخب زي ما كنت بقول. المره دي الراي العام شاهد علينا، شاهد على كل واحد فينا، شاهد على كل شخص وكل جهه وكل مسؤول وكل الشيء الثاني. احنا جربناه، رئيس الجمهوريه كان واضح في كلامه، بعته لي اولويات العمل الوطني وانا هحلها اما البرلمان لاصدار قانون او بقرار تنفيذي. احنا عملنا تجربه واحده اللي هي الاشراف القضائي، ولازم احييكوا عليها الحقيقه. ورئيس الجمهوريه فاجئنا والله ما كان في اي تنسيق يا لميس نهائي، احنا فوجئنا برد فعل الرئيس اللي هو وافق على الفكره قبل 24 ساعه ما تعدي. وبالتالي انا متاكد انه استجابه الرئيس، شوفي اي رئيس دوله مالوش مصلحه الا ان هو ينجح طبعا، ما حدش هيبحث عن الفشل. لو راى الرئيس في مقترحات الحوار الوطني ما يؤكد نجاحه ونجاح تجربته الكبيره بالقطع مش هيسيبه. الرئيس من ميزاته الكبرى انه ما عندوش حزب كمان عشان ما ننساش ده، والدستور يحظر. فالرئيس لن يؤثر عليه الا بمن يستشيرهم في الامور الفنيه او السياسيه وبرايه الخاص، وبالتالي دي واحده من الامور. والرئيس وعد انه هيجي الجلسات الاشراف القضائي الكامل الكامل على الانتخابات. واحنا هنا بنتكلم على الانتخابات الرئاسيه لان خلاص الانتخابات الرئاسيه اول تجربه للاشراف الكامل بعد انتهاء المده، لانه باب الترشح اظن يفتح في يناير، في حدود يناير. يناير لان الانتخابات في امتى؟ في هي انتخابات المفروض 120 يوم قبل نهايه المده بتاعت الرئيس. طيب فاحنا طيب بمناسبة بقى الانتخابات، أيضا الحركة المدنية، والحقيقة مش الحركة المدنية بس، أكيد المجتمع السياسي وأنت نفسك في كتاباتك السابقة وكتاباتك المثمرة كلنا بنطالب بضمانات قانونية ودستورية للانتخابات، النزاهة، عدم تدخل أجهزة الدولة، عدم ملاحقة المرشحين، عدم اتهامهم أو التنكيل بيهم، دي كلها أمور طبيعية في انتخابات نريدها أن تكون شفافة نزيهة، سواء انتخابات رئاسية أو انتخابات برلمانية. هل الحوار الوطني سيناقش هذه المسألة؟ شوفي نمرة واحد، الإشراف القضائي عشان أوضحه للناس كويس، القائم حاليا في القانون، قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ينتهي يوم 17 يناير 2024 تمام، اللي هي مرور 10 سنوات على نفاذ الدستور طبقا للدستور فإحنا قلنا لا، والرئيس يعني تكرم وقال انا موافق يمد. اذا اول تجربه انتخابيه هيطبق عليها الاشراف القضائي الكامل هي انتخابات الرئاسيه. طيب ايه الضمانات اللي فيها؟ انا عايز اقول لحضرتك الدستور المصري والقوانين المصريه والاجراءات التشريعيه والتنفيذيه في مصر، يمكن احنا نسينا، عملت مش نقله ما بعد ثوره يناير، نقله عظمى. احنا كنا قبل يناير من اول قيد الناخبين مسيطر عليه من اللي يأيدك او يحذفك. الاموات رحمه الله عليهم كانوا حوالي 20% من الاصوات موجودين في 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 الكشوف. الانتخابات كانت تدار عن طريق الموظفين وبالتالي الجهاز التنفيذي، وبالتالي يفعل بها ما يشاء. القضاء لم يكن حاضرا الا بشكل رمزي، ما كانش في جهه بتشرف على الانتخابات الا جهه تنفيذيه. ايه اللي حصل عشان ما ننساش انجازاتنا اللي ده من الانجازات الكبرى اللي حصلت مش مع عبد الفتاح السيسي، اللي حصلت وجاب موجبها عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه في 14، انه هناك الهيئه الوطنيه للانتخابات دي نص عليها الدستور، صح، 9 قضاة مستقلين تماما وجايين من جهاتهم، ما حدش بيعينهم، ده الجهه اللي بترشح، يشرفوا على كل ما يتعلق بالاجراءات اللي هي كانت عين التزوير زمان. نعم. اللي هي اللجنه فين؟ طب مين في اللجنه؟ طب مين اللي بيشرف عليها؟ اشراف القضاء الكامل يعني كل قاضي، كل صندوق عليه قاضي. طب الناس اللي في ناس من ضمن ضمانات الحركه المدنيه وهي ناسيها في الموجود في القانون، أن الفرز يجري في اللجان الفرعية، وأنه يجوز تصوير الفرز بالكاميرات جوه كل لجنة فرعية، كل ده مورس وموجود في القانون. طبعا
احنا عارفين انه اللي اتلسع من الشوربه بينفخ في اي زبادي، وده احساس عند المصريين نتيجه مش هقول انا مش تاريخ طويل من بصراحه سنة 1924 من التزوير يعني من سنه 1924 وهذا المرض. فبالتالي الانتخابات الرئاسيه والمحليه والشيوخ والاستفتاءات كلها خاضعه للنواب والشيوخ. لكن باقي هذه الضمانات، الانتخابات ليست فقط لا انا بتكلم دلوقتي في التشريع، في التشريع والتنفيذ اللي هو جهه قضائيه بتنفذ. صحيح، لكن برضو تاني هناك ضمانات اخرى. تمام، ضمانات ان ينزل مرشح ما يتنكلش بيه. تمام، ما يتشتمش، ما يلاقيش فجاه حاجات، سواء في كل انواع، عندك برلمانيه جايه كمان، كل ده محتاج ضمانات. ولان الناس محتاجه تقبل على الترشح وتقبل على الانتخاب اصلا ايضا. انا لا اختلف معاكي همسه في ده، لكن عايز افكرك بحاجه يمكن كتير من الساده مش ما يعرفوهاش. انت كنت متابعه معايا اكيد على القنوات الامريكيه الحمله الرئاسيه بين ترامب وبايدن، وكنت بتشوفي كبريات محطات التلفزيون الامريكيه بتمارس ايه ضد طبعاً. ترامب. شيء بالنسبه لي كان مروع جدا، مروع يعني كم من مش بس الهجوم يعني التدليس يعني كذا. هذا الامر في بلاد غير بلادنا من مقتضيات الديمقراطيه، مش بيسمى تشويه. لكن بما ان احنا بنبني ديمقراطيه لسه جديده، فمن الافضل ان لا نمارس هذه الممارسات العنيفه الا في الاخر لما نبقى بقى عندنا يعني اكتمل المشهد الديمقراطي. انا اظن ان الحوار الوطني ده هيبقى لازم يفتح الباب امام تعبير عن الراي فيما يخص الانتخابات الرئاسيه وقبلها اي انتخابات. وهنا برجع تاني للون البامبي او غيره، انا متوقع وارغب واعتقد انه بكره المشهد اللي هيبقى بكره ده هيبقى مشهد افتتاحي، مش مشهد افتح واقفل. ده مشهد مختلف، استمراره لصالح البلد، استمرار وجود انتخابات رئاسيه بمنافسه من كل من يرغب وتنطبق عليه الشروط الدستوريه ويتمتع نقول ايه بالحصانه الاخلاقيه، يعني لابد من انه يتمتع بحصانه اخلاقيه تجاهه وتجاه ما لم يكن مدان بقى فالجهات المختصه تقول. لكن الاعلام، انا بوجه بقى كلامي مش للدوله، بوجه كلامي لزملائي. الناس بتهاجم عن طريق الاعلام، الدوله بتقبض على الناس بس ما بتهاجمهمش. اذا كان في حد يستاهل القبض عليه يتقبض عليه، لكن احنا علينا دور. حوار الوطن مدينا مؤشر واضح، مش كل الاعلام بس، انا بقول الاعلام عموما يعني بعض الإعلام. مش هنأمن لا، والسوشيال ميديا. الرئيس السيسي، الرئيس السيسي يوم 26 ابريل لما في افطار الاسره المصريه تكرم ونزل على ترابيزه اللي عليها اخونا حمدين صباحي وزملائه من كبار المعارضين. صحيح، كان بيرسل رساله لكل من يهم الامر. الرساله اذا كانتش واضحه لازم تتضح. الرئيس السيسي يسلم على منافسه السابق عشان بس الزملاء لما يشوفوا المنافس الجاي لابد ان يعامل معامله الرئيس السيسي لمنافسه السابق. الرئيس السيسي نزل وقد نفسه. انا اشهد على وقعة اخرى يوم 15 فبراير 2014 وفي مسرح الجلاء كان الرئيس السيسي موجود ودعي الاستاذ حمدين صباحي وكان في الصف اللي قدامي، وده فيديو موجود ابعته لكم ان شاء الله بزعوه. الرئيس السيسي حياه، اهلا بيك يا استاذ حمدين، انت ربنا رحمك، خل ايدك معانا يا استاذ حمدين. استاذ حمدين رفع ايديه يحيي الرئيس. اذا ده درس للي جاي. الرئيس السيسي بعد كام شهر من الانتخابات دعا منافسه ويعني حياه وطلب منه انه ايده في ايده، والرئيس السيسي جه بعد كام سنه نزل ودعا الحوار مع منافسه. فيا ريت المنافسين الجايين يعاملوا من الاعلام معامله الرئيس لمنافسه. بلاش الاعلام هنتكلم عن الاعلام والصحافه بعد قليل، لكن قبل ما اخرج فاصل ايضا الحقيقه لازم احيي لجنه العفو والرئيس طبعا وكل الجهات اللي عملت على عفو على افراج عن عدد من كبير مئات من المحبوسين على قضايا الراي. ولكن الحركه المدنيه على الناحيه الثانيه بتقول لك لا، لسه في ناس محبوسه، لسه في كذا. البعض كان بيقول ان هم بيحطوا شروط انه والله مش هنشارك الا لما تفرجوا عن كذا وكذا وكذا، والبعض كان بيقول لا يا جماعه نشارك والعفو وانه عمليه العفو مستمره. انت بتقرا المشهد ده ازاي؟ طيب انا هقول لك بصراحه شديده جدا. اولا لجنه العفو زملائنا واصدقائنا الاعزاء بنحييهم على جهودهم، بس في العفو جهتين، جهه لابد ان تشكر وجهه لا املك لا انا ولا ارغب لا انا ولا انت ان احنا نشكرها اصلا، لانه لا يجوز شكرها ولا يجوز مهاجمتها. اللي هي النيابه العامه.
النيابه العامه طبعا. النيابه العامه تكرمت لانها محامي الشعب وهي بتعمل شغلها. وتكرمت هي والساده قضاة المشهوره وافرجوا عن اكثر من 1200 شخص في خلال هذا العام. سياده الرئيس تكرم وافرج بعفو رئاسي دي صلاحياته الدستوريه عن اكثر من 15 محكوم عليهم باحكام. وبالتالي الشكر للرئيس احنا بنوجهه كل جلسه من جلسات طبعا ونطلب مزيد طبعا. الحركه المدنيه طبعا لغايه هذه اللحظه عندها يعني عدد محدود جدا جدا يعني أنا يعني أظن كم تقريبا يعني معلوماتي انه لا يتجاوز اصابع اليدين الا بقليل مطلوب الافراج عنه. دول من اعضاء الاحزاب دول هم اعضاء احزاب دول الباقيين دول اعضاء الاحزاب. انا عارفك عايز تطلعي فاصل ماشي لا كمل بس خلاص فدول يعني في طور الكلام فيهم. وانت عارفه في ناس بعض الناس يقول لك طب ما لا ما يطلع عفو شامل. عفو شامل ده مفهوم تاني خالص. ده لا يصدر الا عن مسجون بحكم قضائي ويصدر بقانون من مجلس النواب. يعني ما ينفعش النيابه ليها صلاحياتها في العفو في الافراج في الاخلاء السبيل وسياده الرئيس له صلاحياته في العفو عن العقوبه لكل فرد على حده بس اللي محبوس نهائي مش لسه في السجن حبس احتياطي. طب ده بيخلينا يتصل بده طبعا الحبس الاحتياطي تمام وده برضو من اعتقد من القضايا اللي سيتم مناقشتها. نخرج فاصل ونرجع نتكلم على الحبس الاحتياطي ونتكلم برضه أرجوك. على مطالب نقابه الصحفيين وانت النقيب السابق بقى تمام فاصل ونرجع. هذا كلام وحوار افتقده منذ فتره. اهلا بيك يا دكتور. فاصل ونرجع. اهلا بكم من جديد. ساعات قبل اطلاق الحوار الوطني بكره اول جلسه. بكره هتشوفوا الجلسه على الهواء هتبقى الساعه كام يا استاذ؟ 3 ان شاء الله 3 ظهرا هتنقل على الهواء. وهنشوف كما قال المنسق العام دكتور ضياء رشوان وجوه لم نرها منذ فتره. هنسمع حوارات هنسمع لجان هنسمع شخصيات سياسيه مهمه. بكره في السيد عمرو موسى بكره في حمدين صباحي بكرة أيضا هيكون في دكتور حسام بدراوي هيلقي كلمات بالإضافة إلى كلمات أخرى كثيرة. عشرات الكلمات الأخرى عشرات الكلمات طبعا. طيب قبل ما أكلمك على حرية الصحافة وطبعا دي تخصني أنا شخصيا وإنت كمان طبعا لأنك نقيب سابق للصحفيين خلينا نتكلم على حقوق الإنسان. وفي حقوق الإنسان أيضا جمعيات حقوق الإنسان خاصة الجمعيات الحقوقية لها مطالب صحيح. فبرضو ده مين اللي حاضر مين اللي موجود هتناقشوا القضايا دي ازاي؟ شوفي لا يوجد جمعية واحدة او منظمة واحدة لحقوق الانسان مسجلة داخل مصر او في طور التسجيل موصوفة بالمؤيدة او موصوفة باي شيء اخر بالمعارضة غائبة عن الحوار. الجميع مشاركون. انا اتشرفت شخصيا وبحضور ولازم اشكره على الهواء الصديق العزيز نجاد البرعي عضو مجلس الامناء والاستاذ احمد راغب مقرر مساعد لجنه حقوق الانسان. شرفت بجلستين كبار اعلنا عنهم في حينهم مع ممثلي حوالي 25 منظمه وجمعيه حقوقيه في مصر بتضم كل من تسمعي عنه في حقوق الانسان بكل اطيافه وجميعا مشاركون معنا في الحوار. طب لديهم مشاكل عندهم مشكله اساسيه وانا يعني نقول ايه نقول انه ده لازم اعلن ده عشان ده ملزم ليا بقى واحنا اتناقشنا فيه وكان ده مطلبهم في حاجه اسمها القضيه 173 ايوه دي اتعملت سنه 2014 والقضيه دي متهم فيها كان 43 منظمه بالتمويل الاجنبي مصريه واجنبيه مصريه واجنبيه طبعا المصريين بعضهم تم اخلاء سبيله من القضيه لكن باقي في حدود 12 إلى 15 جمعية ومنظمة. أنا بأؤكد على الهواء أنا قلت هذا كلام أمام الزملاء أن لدي تطمينات كبيرة جدا بأنه هذه القضية ستنهى قريبا للغاية. ده يعني أنت بتقولي دلوقتي أن القضية 173 وهي القضية اللي يعني مش هقدر أقول أو أوصفها ولكن هي كانت قضية تتهم بعض المنظمات الحقوقية بتلقي التمويل من الخارج لأسباب كذا وكذا وكذا. هذه القضية والتمويل ده شيء بيبقى طبيعي طالما هو ليس لأغراض تضر الأمن القومي المصري. هذه القضية لديك معلومات أنها ستنتهي قريبا؟ أنا ما عنديش معلومات عندي تطمينات. تطمينات أنها ستنتهي أنها ستصفى بقاياها يصف جزء كبير جدا منها باقي جزء صغير سيصفى قريبا جدا. وده بالتوازي بمناسبة حقوق الإنسان مع أنه الإفراجات اللي احنا بنتكلم عنهم السياسيين اللي فاضلين والعدد يعني القليل اللي فاضل
كونات جديه كامله كامله وانا بؤكد تاني انها كامله في الافراجات القريبه جدا عنهم. وده ايضا من نتائج الحوار. الحوار لما بدا يا استاذ لميس كان هناك يعني كلام حوالي 1075 شخص مطلوب الافراج عنهم. اللي تم الافراج عنهم 1275، يعني زيد عليهم 200 تانيين، لانه انا بتكلم على اسماء كانت موجوده، اكتشف اسماء اخرى في الطريق. هل احنا هنا بنتكلم على اسماء؟ يعني بص، العالم الغربي بيتكلم على اسماء بعينها، خرجت جامعها على يمكن اسم او اتنين. جامعها يعني حضرتك لو فاكره اي اسم من اللي كانوا مشهورين في تداول في الاعلام الغربي او في مجالات حقوق الانسان خرجوا. الباقيين انا بقول لحضرتك تطمينات اخرى ومؤكده ايضا. يعني انا هقول لك اسامي دوما مثلا، في كلام عن دوما، في كلام عن علي عبد الفتاح، في كلام عن بس فاكره حد تاني؟ لا انا مش فاكره حد تاني. بس انا مش عايزه اهتم بدول ولا اهتم بالاخرين. لا الحقيقه الناس العاديه، الناس العاديه ده بقى موضوع اخر، ده موضوع من اهم موضوعات الحوار. تاني باكد 173 في طريقها للحل النهائي. من بقي من السياسيين متقدم اسمائهم من جهات سياسيه جاري، يعني الجهات المختصه بتقوم بدور لانهاء الامر سريعا جدا. طب الحبس الاحتياطي، حبس الاحتياطي اشكاليه حقيقيه. صحيح. انا عايز ارجع للناس، ممكن ناس كتير ما تعرفش ده من المشاهدين، يعني الدستور المصري زي ما قال التعذيب عقوبه لا تسقط بالتقادم، كمان في الحبس الاحتياطي حط نصوص شديدة الرقي بما فيها ان المحبوس احتياطيا وما راحش المحكمة او راح المحكمة وبرئ يعوض عن فترة حبسه. ده الدستور. وده بيحصل؟ ما بيحصلش، ان القانون ما بينصش على كده. الحبس الاحتياطي عندنا مشروعات قوانين متقدمة للحوار الوطني عديدة كلها بتصب في ضرورة تعديل احكام الحبس الاحتياطي في قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية. وعشان الفضل كمان يرجع لكل اهله، مجلس النواب المحترم عنده مشروع قانون في اللجنه الدستوريه والتشريعيه موجود لاعاده النظر في الحبس الاحتياطي. الحبس الاحتياطي هيكون في رايي واحد من اهم مخرجات طبعا الحوار، عشان ما نبقاش نتكلم في اسماء. طيب انا هرجع، لان انا ست بتاعت اخبار، فارجع اكد على حاجتين. واحد، انك بتقول لي ان هناك تطمينات ان القضيه 173 دي خلاص في طريقها الى قريبا الى الاغلاق، وانه مسار الافراجات عن المحبوسين على ذمه قضايا راي وقضايا اخرى وقضايا مثلا تظاهرات وغيرها، ان دول خلاص في طريقهم الى الافراجات، وان مسار الافراجات هيسير بسرعه اكبر. بسرعه اكبر. وانا يعني اقول لك حاجه دقيقه مش انا كده في تماما في التوصيل. اقول لك حاجه توقع، ما انت اعلاميه كبيره وعارفه. اشكرك بس انا بحب الخبر يبقى واضح. هكمله يعني. احنا بكره على المنصه، ما انا عندي كل تنوعات الطيف السياسي في مصر المعارض. هو تفتكري اللي هيلقي كلمه مش هيقول الكلمتين اللي انا وانت قلناهم دلوقتي؟ وعلى مشهد من الجميع، وهيطالب بالافراج عن من تبقى من السياسيين المحبوسين، ومش هيطالب بان احنا نغير احكام الحبس الاحتياطي. ده تحصيل حاصل، وبالتالي احنا بنقول ان الاجراءات بتيجي جاريه على قدم وساق. كل ده مش عشان استجابه لمطالب حد، لان ده حق المصريين يا لميس. طيب سريعا عشان وقتنا، حرية الصحافة بقى وحرية التعبير والنقابة، وأنت نقيب سابق، النقابة قدمت مجموعة من الطلبات. أولا، هل ما زال هناك صحفيين محبوسين؟ يعني النقابة قالت أن في مجموعة من الصحفيين لسه محبوسين. نعم، بصي، إحنا في الأربع سنوات اللي قضيتهم نقيب كان هناك عديد من الزملاء محبوسين. صحيح. وربنا يعني وفق بالجهات المختصه انها تفرج. لا، وانت الحقيقه عملت بشكل كثيف. تفرج يعني عن 32 صحفي نقابي في الاربع سنوات، و 18 صحفي غير نقابي، 50 شخص خرجوا. الباقي عدد قليل، يعني حوالي 10-12 اسم موجودين على زمام قضايا مختلفه. خرج منهم اثنين امبارح. خرج اثنين منهم امبارح. وبالتالي الحبس الصحفيين ده امر يعني من صميم يعني واجباتي وهو الشخصية والمهنية والنقابية، وهو في الدستور أيضا، وهو في الدستور. ألا يوجد حبس لرأي وعقوبات سالبة للحريات. كان لي الشرف في الدستور 50، في لجنة 50 أكون ممثل نقابة الصحفيين، ونحن الذين وضعنا نص المادة 71 اللي تمنع الحبس إلا في ثلاث أشياء: العنف والأعراض والتمييز بين المواطنين. نعم. وبالتالي الحبس نقابة الصحفيين عملت اجتماع امبارح مجلس النقابة، وطلع المطالب النهائية للنقابة.
لما كنت نقيب كنا بدأنا ده بلجنة تقريبا نفس المطالب، وانا اجلتها عشان تبقى في نقيب جديد ومجلس جديد هو اللي يتبناها. النقيب الصحفيين سيحضر جلسات بصفته ممثل نقابة الصحفيين طبعا، جلسات الحوار كل ما يمس حرية الرأي والإعلام، نقيب الصحفيين ممثلة لزملائه ونقيب الإعلاميين ممثل لزملائه، لأن احنا عندنا نقيبين مش صحافة بس، نقابة وإعلام. وكمان الصحفيين سواء زملاء أعضاء النقابة هتعزمونا يعني يا فندم؟ احنا بلا عزوم، احنا امبارح انا عامل تصريح واضح يعني في الجلسه اللي المختصه بالاعلام ممكن نيجي يعني مثلا. انا انت مدعوه الان على الهواء. شكرا. بس يبقى عندك اقتراحات محدده طبعا، مش وصفه حاله. لا انا بعت لك بس كده. انا عارف. طيب أنا بالاضافه للافراج عن الصحفيين، هناك ايضا اطلاق حريه الصحافه، رفع الحجب عن بعض المواقع. انا عارفه ان ضرب رفع عنه الحجب، لكن ضرب ده رئيس تحرير وهو نقيب الصحفيين، فده شيء برضه جيد. لكن في مواقع محجوبة في إحساس يعني في محتاجين مساحة أكبر في حرية الصحافة وحرية الإعلام. شوفي، أولا موقع ضرب الحقيقة كان لازم يتفتح، مش بس عشان رئيسه، موقع محترم على فكرة، مش عشان رئيسه زميلنا العزيز خالد البلشي نقيب الصحفيين، لأن احنا عايزين أصوات أخرى معنا. بس عندنا كمان، عندنا مصر 360، عندنا مواقع موجودة، خلي بالك عشان ما ننساش انه في مواقع طبعا محجوبه، ده اكيد. اسباب حجب المواقع ممكن يبقى بعضها قانوني، واحنا من حسن الحظ ان معانا في الحوار الوطني صديقي العزيز وزميلي مستشار محمود فوزي امين المجلس الاعلى للاعلام تنظيم الاعلام اللي هو بيدي التصاريح. هذه الامور مش هيجري جاري، الحاجات القانونيه اللي منعه بعض من فيهم ضرب، وانا مش عايز احسر استاذ خالد البلشي قبل ما يبقى نقيب كان موجود مع مستشار محمود فوزي في مكتبه عشان يناقش معاه موضوع ضرب والاجراءات القانونيه بشهرين قبلها. بقيه المواقع اذا كان هناك من يعني راي يرى انه تعجب بعض المواقع، انا بقول لحضرتك الحوار الوطني مع الانفتاح الكامل المسؤول الخاضع للقانون. احنا ما عندناش حاجه تانية نعملها غير نرجع للقانون. اذا كان القانون بيعاقب على طريقه ما في النشر، وانت صحفيه كبيره وعارفه، يعاقب. اذا كان القانون لا يمنع ده، مجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والقانون بتاعه بيبيح ويتيح عقوبات جزئيه على احد الاشخاص، زي اي حد بيعمل تنظيم الاعلام في الدنيا، كتب مقاله غلط زعم على شخص، لكن وقد يمنع الشخص من الكتابه شهر شهرين، ده حق موجود في الدنيا كلها. وانت عارفه انه عندنا بعض الصحفيين في الامريكان كانوا بيغطوا العراق واتحبسوا، يعني صحفيين كبار قوي يعني، لكن مش بدأوا للحبس. لكن قواعد، في قانون، قانون ينظم هذا، في قانون ينظم هذا، في قواعد وفي قانون وفي مواثيق شرف وفي كل شيء. الحوار لن يخرج الا على، اقول لك ايه، مش عايز اقول عكاز، مش عكاز، الا على اكتاف حريه الراي والتعبير. شكرا. ده كلام ما فيهوش كلام. دنيس، وسائل الاتصال ايه زمان كانت في السياسه؟ الاحزاب في العالم كله توارت وراء الاعلام التقليدي والاعلام الالكتروني ووسائل التواصل. اصبح اللي في وش الناس حتى لو هو حزب هو او دوله هو الاعلام. الاعلام هو بوابه السياسه الوحيده، والاعلام بمفهومه الكبير في السوشيال ميديا. الناس كله بتخاف كله. ساعات تقول رايها على السوشيال ميديا، بتخاف تعاقب، انها يعني مش لازم عقوبه بالحبس ولكن عقوبات اخرى، بتخاف انها تقول رايها على السوشيال ميديا. فاحنا عايزين نقول انه حريه الراي طالما هناك ضوابط واضحه لهذه الحريات ستتجلى حريه الراي، مش ليله واحده ولا يوم واحد، بكره جلسات الحوار بالقانون، وستستمر حتى ما بعد الحوار بلايحتنا الجلسات كلها علنيه. لا انا غير الجلسات، ما بعد الحوار. لا ما الحوار في حد ذاته، بص انت عشان تفتحي طريق لازم الاول ترصفيه، قبل ما ترصفيه بتعبديه. احنا دلوقتي في مرحله ما قبل الرصف النهائي. احنا دلوقتي الحوار عباره عن ان المصريين كلهم اجتمعوا على انه من حقنا نتكلم. رئيس الجمهوريه قال لهم اتكلموا فارادوا، قالوا كده، وده يؤكد ايه؟ اشتراك كل الجهات في الحوار، محدش رافض. وهقول لك اخر معلومه في ده، في الجهات، انا عقدت عده جلسات مع سياسيين من كل الاطياف، مستقلين او غيره، اسماء معتبره يعني، كان واطلعوا بيان اول امبارح. انا اظن ان هذا البيان حضرتك لو كان عن انا بعته لك، لا تتصوري ان يذاع في مصر في وسائل الاعلام الا لما تذاع، من كثره ما فيه من رؤى مختلفه.
النهارده بس، وكان عدد كبير من الناس النهارده، وانا قاعد في الـ في الـ في, الـ في قبل ما اجيلك كان معايا مجموعه اخرى من السياسيين. المجموعه اللي فاتت كان فيها مهندس احمد ماهر 6 ابريل، واخرين بقى من ياسر الهواري اللي ودع اللقاء، وخالد تليمه، وعمرو امام المحبوس السابق المعفو عنه. كلهم هنشوفهم في الحوار؟ هم في الحوار. النهارده بقى كان فئه ثانيه باضافه اليها، كان معايا النائبه السابقه مارجريت عازر عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين وعضو الحركه المدنيه. كان معايا بقى، وده يعني ملفت للنظر حضرتك، الناس لازم تعرفه، كان معايا ثلاثه من حزب مصر القويه، بتاع عبد المنعم عبد المنعم وفتوح. ايوه. كان معايا الاستاذ احمد امام عضو المكتب السياسي، استاذ احمد عبد الجواد عضو الهيئه العليا، استاذ محمد عثمان عضو المكتب السياسي لحزب مصر القويه، ووقعوا مع اخرين زي الاستاذ عبد العظيم احمد، الاستاذه طبعا مارجريت عازر، الاستاذ هادي، دكتور هادي زايد، عبده مبارك، رامي السيد، ممدوح جمال، كل دول من فئات مختلفه، وقعوا على نفس البيان اللي المجموعه السابقه وقعت عليه واعلنوا انضمامهم للحوار الوطني. ده قبل ما اجي لك. هل هذا مؤشر ان ممكن دكتور عبد المنعم فتوح يكون من الناس اللي أنا يشملهم يعني العفو؟ لم نناقش مع الزملاء حبس الدكتور عبد المنعم، بس اكدت معهم على نقطه واحده وهم الحقيقه كانوا مؤكدين عليها، وده كان يعني بقيه حوار دار بيني شخصيا وبين الدكتور عبد المنعم سنه 18 في التليفون. وكنت واقف قدام المبنى ده، ما كان في قناه تانية، كنت واقف يعني بتكلم جوه بره في التليفون، انه الاحترام الدستور، وانه الحوار يعني الالتزام بمواده وعدم السعي الى تغيير شيء فيه الا بالعمليه الطبيعيه بتاعت الدستور نفسه فقط، ووافقوا على هذا ومستعدين للمناقشه في كل الأوضاع. بما انك ذكرت بقى احترام الدستور وكده، واحنا عانينا من استغلال الاحزاب الدينيه واستغلال الدين وغيره والاخوان وغيره، حزب النور ليه موجود؟ بالتعبير البسيط، شركائنا في 30 يونيو حزب النور مدعوون وحاضرون غدا، وايضا قد يكون لهم مساهمه عبر كلمه مسجله بالفيديو، وهم بعتوا تصوراتهم وانا تواصلت معاهم. ممكن اختلف معاك واقول لك انه هذا حزب ديني، هذا حزب ديني، هذا ليس حزبا يعني، حتى لو كان تحت غطاء مدنيا، واحنا عانينا من الاحزاب التي تتغطى بغطاء مدني، بينما هي اساسا احزاب دينيه، واحنا مش عايزين احزاب دينيه، والدستور يقول كذلك. لا، هو بالقانون ليس حزبا دينيا، لانه حزب قائم وشرعي، ده واحد. اثنين، انا برجع مع نفسي بعد دعوة الرئيس مباشرة، وده أنا تبنيته في أكثر من يعني مناسبة، هذا إعادة اعتبار لتحالف 30 يونيو، الحوار يعيد من وقفوا ضد الظلام وضد الانهيار وضد السيطرة والاستبداد على في مصر وعلى مصر، كان منهم حزب النور، والباقي خلي بالك اللي هنشوفهم بكرة واللي بنشوفهم لينا فترة بنسمع عنهم بالكلام، هم دول 30 يونيو، بعضهم كان يناير وبقيتهم كانوا يونيو. تحالف 30 يونيو انفض بلا سبب، هذه الدولة خلي بالك تحالف 30 يونيو بأسباب كثيرة، يعني بلا سبب منطقي ولا منطقي. معقول. أنا بتكلم على الدستور، الدستور حصيل 30 يونيو، 30 يونيو خلصت، انعقدت لجنة الخمسين من سبتمبر لديسمبر بناء على 30 يونيو، كان معانا شريكنا في حزب النور موجود معانا في لجنة الخمسين. هل ترى أن هذا الحوار قد يكون فعلا إعادة لتحالف، إعادة ثقة للتحالف 30 يونيو؟ الحياه السياسيه في البدايه تحتاج الى ثقه. الثقه خلال السنه اللي انتوا بتعبوها علينا اتاخرنا فيها، اتبنى منها اجزاء كبيره جدا. ولولا هذه الاجزاء الكبيره ما كانش كل هذه الاطراف اشتركت. الناس خلي بالك، انا قاعد في بيتنا وبتقولي تعالى، حتى رئيس الجمهوريه قال ماشي. طب انا مش طالع من بيتي، هتجبريني الا اذا انا اقتنعت. الاقتناع اتى جزء كبير جدا منه من تداول الحكايات والوقائع جوه الحاله السياسيه في مصر حوالين انه ده في قصور بتتبني، طب الحقوا عشان نعدي مع بعض. وبالتالي تحالف 30 يونيو انا بقول لك املي العظيم والكبير اللي بحلم بيه انه هذا التحالف يعود في شكل جديد، هو اسقط حكم نريد منه الان بناء دوله نشارك كلنا فيها، والرئيس قال ده احنا عايزين نبقى شركاء في جمهوريه جديده.
أسئلتي معظمها انتهى خلصت، لكن سؤالي ليك انت بقى دكتور ضياء، لو انت عندك ثلاث حاجات تتمنى ان تحققها. اولا لازم اشكرك على العمل، واشكرك على المجهود، واشكر الحقيقه الامانه كلها على المجهود والشغل الكبير، وبشكر الدوله واشكر الرئيس على دعوه لهذا الحوار، واشكر كل الاجهزه اللي ساهمت ودعمت هذا الحوار وشجعت عليه. لكن عايز اسالك انت ثلاث حاجات تتمنى ان يخرج منها هذا الحوار، واذا خرج منها ما نقدرش نطلب كل حاجه، لكن لو ثلاث حاجات خرجوا تشعر انك نجحت. شوفي يعني القضايا احنا عندنا سؤال صعب جدا، لانه انا عندي 119 113 قضيه، بس انا عشان الناس اللي في البيوت دي املي الرئيسي ان يحسوا بان العبء خف عليهم اقتصادي واجتماعي. وده يا جماعه خلوا بالكم اصعب قضيه، وانا قاعد مع واحده اقتصاديه كبيره جدا، ده اصعب ملف. صح. انا بسميه في جمله واحده تخفيف الحمل عليكم، ياخد شكل ايه؟ اجراءات يعني نكبر ونجعلص الكلام ونوصل الموازنه، الكلام ما يهمش الناس. صحيح. انا بتمنى نمره واحد ان ده يحصل، تخفيف العبء عن الناس. نمره اتنين انه المجال العام اللي انت بتتكلمي عنه من الصبح هو اداه التوصيل ما بين الدوله او الاحزاب وانت حضراتكم. مش هتعرفوا السياسه غير بالطريقه دي، وبالتالي معرفه السياسه تستلزم ان احنا نوصل مش لاي شيء جديد، تطبيق الدستور، مش عايز حاجه ثانيه. صحيح. ثلاثه انه في مجال الحياه السياسيه احنا طبعا عندنا احترام كبير جدا، ولم نتداخل ابدا مع مجلس النواب او مجلس الشيوخ او الحكومه في اعمالهم، دي مؤسسات دستوريه قائمه بتمارس وظائفها، لكن املنا انه قوانين الانتخاب تغير، ده أمل الشخصي. يعني انت يا شخص انا اضم رايك الى ما يؤدي لتمثيل حقيقي للناس دي، وحضراتكم تلاقوا من يعبر عنكم سواء في حاجاتكم الصغيره او في السياسات العامه، ويكمل ده حاجه تانية بقى في الانتخابات المجالس المحليه. صحيح. لابد ان تعود سريعا، لان دي اداه خلق النخبه، واداه امتصاص الصدمات، واداه خدمه الناس في المصالح. دول يعني ثلاث حاجات انا اتمنى ان ربنا يوفقني. وانا اتمنى كمان انه اولا تنجحوا في هذه المهمه، هذه مهمه صعبه، لكن النفس الطويل، الاصرار، الثقه ان احنا بنغير بلد وبنبني بلد، احساسنا ان احنا كلنا نريد ان نصل الى بر الامان في فتره كانت صعبه عديناها، الان نحن نبني اصلاحا سياسيا. والسياسه يا جماعه مش مجرد كلام حنجوري بنقوله، السياسه هي وراء القرارات الاقتصادية، السياسة هي وراء القرارات الاجتماعية، هي وراء التعليم، هي وراء الصحة، السياسة هي فن الاختيار، انك ازاي تختار ان مين اللي هيمثلك في البرلمان عشان يقول صوتك، ان انت تنزل تنتخب حد في البرلمان فيقول صوتك، ان يكون عندك حد في المحليات فيحللك مشكلتك، كل ده سياسة، ان احنا نقدر نعبر عنكم ده سياسة، كل ده سياسة. الحوار بداية مهمة، نتمنى ان تنجح، احنا هنفضل وراها لحد ما تنجح. انا اكتر ما حاجة بتعجبني في ضياء دايما النفس الطويل، انه لا ييأس ويفضل يعافر يعافر يعافر، وكل مرة اكلمه اقول له خلاص هي قفلت مش هينفع، هيمشي ومش عارفة ايه هيحصل، يقول لي لا اصبري. دايما عنده نفس طويل، وانا اظن ان كلنا شركاء في هذا الوطن، وكلنا نريد النجاح لهذا الوطن باذن الله. انا كلمه واحده هقولها لكل الشركاء في الحوار وللجمهور العام، ما ضاع اختيار وراءه مثابر، وما ضاع حق وراءه مطالب. انا استعرت من الحق. صحيح. ما ضاع اختيار لحد او لجهه او لحزب وراءه صبر. صحيح. والحاح، فلنلح على ما نرى انه الحق. وبقول للمصريين سامحونا اذا كنتم مستعجلين على حاجات تحصل بكره وبعده، سامحونا بس احنا في الطريق، سندونا ادونا الثقه، وان شاء الله القياده السياسيه انا ما اظنش ابدا انها هترفض، بل بالعكس هي بتبادر. احنا متاكدين. الرئيس اصدر عده قرارات بالمناسبه بما فيها زياده المرتبات وغيره، كان استجابه قال للحوار. فاصبروا معانا يا جماعه، ما تزهقوش مننا، احنا معاكم ومن غيركم ما ننساوش اي حاجه. انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذا المجهود وعلى وجودك معايا دايما، دكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني والنقيب السابق للصحفيين وصديقي الكاتب الصحفي. اشكرك.
هنتابع معاكم الحوار، مش هنسيبه لانه يهم الناس على فكره، مش يهم بس النخبه، هو بيهم الناس لانه هو ده اللي هيغير شكل البلد الى جانب طبعا الاقتصاد، وده جزء منه. نخرج فاصل، وبعد الفاصل الفنان القدير كمال ابو ريان.